من فريق ابو نقطه؟ الهلال الفريق السعودي الوحيد الذي في بطولة محلية ايضا الان بيلعبها ناحية السويلم يسدد والهدف بطولة خليجية بطولة آسيوية بافلودار الكازاخستاني بالتعادل صدر جول 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 حسن اليابي ضربة مرمى ما هو مصدق وهذه هدف مرمى على طول حبة بالجول جول جول لسيرجيو بطولة عربية هجمات الهلال قليلة ولكنها خطرة محلياً وعربياً وخليجياً طيب. وآسيوياً أبو نقطة 1919 الهلال حقق المركز الأخير مجموعته طيب المجموعة كانت الاتحاد النصر الاتحاد النصر متأهلوا والأهلي والرياض وهدف هدف حسين هادي باليد ويتصلح من المرمى ويخش ومن المرمى وحط الهدف الهلال أسوأ فريق سعودي قدم نتائج في الأندية السعودية في آسيا أسوأ فريق النصر طيب لأنه لم يتجاوز دوري 16 هذا نهائي بطولة الأندية الآسيوية 15 التي يمثلنا فيها سفيرنا السعودي نادي النصر.